قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. يقول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دونه ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويعبدون من دونه، أي من دون الله، يعبدون غير الله معبودات، يطيعونها ويحبونها ويتوجهون إليها وينسون طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه المعبودات التي يعبدونها لا تملك لهم، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، شيئا يعني أي شيء من الأشياء. من الذي يملك لنا الرزق والسماوات من السماوات والأرض؟ الله. ينزل من السماء الماء كما مر معنا في آيات سابقة، فيحيي لنا الأرض بعد موتها، فنحيا بالتغذي بالنباتات، وأيضا تحيا حيواناتنا بالأعشاب التي يخرجها الله تبارك وتعالى والأعلاف من الأرض، فنتغذى بألبانها وبلحومها. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقنا من الثمرات ومن الأرض ومن الأنعام. أما المعبودات من دونه لا تملك رزقا، ثم قال سبحانه وتعالى: شيئا، يعني أي شيء من الأشياء لا تنفع ولا تضر. انظروا إلى جهل الإنسان عندما يجهل ربه فيطيع غيره. ولذلك الجاهلية يا إخواني في المعنى الإسلامي، في الشرع الإسلامي، هي طاعة غير الله. الجاهل الذي جهل ربه، هذا هو الجهل الحقيقي، ليس الذي جهل القراءة والكتابة. ربما يكون معه دكتوراه في علم من العلوم، ربما يكون معه دكتوراه في الشريعة مثلا، ويفهم الأحكام الشرعية، يحفظها مثل ما أنت تنزلها في الكمبيوتر، قد يحفظها الكمبيوتر أدق من حفظه هو، ولكنه إذا كان لا يعرف ربه فقد وأضاع كل شيء. إذا لم يعرف ربه وأطاع ربا غير الله تبارك وتعالى، فهذا الرب الآخر ليس ربا حقيقيا، ليس إلها حقيقيا، لأنه لا يملك له رزقا من السماوات والأرض شيئا، ولا يستطيعون، لا يستطيع أن يملك له ضر ولا نفع، ولو ملك الضر والنفع لنفع نفسه وأبعد الضر عن نفسه. فلا تضربوا لله الأمثال. بعض الناس يقول لك: والله فلان كذا وفلان كذا، وهذا ملهم وهذا قائد وهذا رب العزة. يا أخي آمن في رب العزة، كذا تبقى آمن به، آمن برب العزة موجود، إيش ما هي علاقتك برب العزة؟ يضرب لك الأمثال ليتهرب من العبودية لله وليطيع غير الله. لذلك قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ماذا يعلم الله؟ يعلم العلم الدائم الكامل لكل الموجودات ولكل المخلوقات. ومن علمه سبحانه وتعالى أنه يعلم ما يصلح شأنكم وما ينفعكم وما يضركم، فأمركم بما ينفعكم ونهاكم بما يضر بكم، ونهاكم عما يضر بكم، عما يضر بكم أفرادا أو جماعة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما هي أوامر الله؟ لماذا تنفر أيها الإنسان الكافر من رب السماوات والأرض، من خالقك؟ لماذا؟ بماذا أمرك الله حتى تهرب من أوامره
وتتبع أوامر المخلوق، إن الله يأمر بالعدل. العدل بينك وبين الله، والعدل أن تطيع خالقك ولا تطيع مخلوق مثلك فتذل له. العدل أيضا باجتناب ما نهى الله عنه وباتباع أوامر الله، هذا هو العدل، يتحقق ذلك العدل في المجتمع. العدل أيضا بينك وبين نفسك، ألا ترهقها بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان فتتعب نفسك وترهقها في الدنيا. العدل أيضا عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. العدل أيضا مع الناس، ما تعامل هذا كذا وهذا كذا، لا، أن تعدل بين الناس وتعطي كل ذي حق حقه. فهذا الذي أمر به الله، هل هذا قبيح؟ طيب، والأمر الثاني الذي يأمر به الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله رقيب على عباده، وكيف لا يكون رقيبا؟ حركة يدي عندما أرفعها، الله هو الذي خلق هذه القدرة على رفع يدي، لو منع هذه القدرة منه سبحانه وتعالى لما استطعت أن أرفع يدي. لو رفع أخذ مني الروح التي لا أدري ما هي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لسقطت في أرضي ولم أتحرك. إذن كل ما بك من خير من الله فهو يعلم حركاتك وسكناتك وهو الذي يخلقها. فإن إحسان أن تعبد الله، أن تطيعه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ترى قدرته وعظمته، وتعلم أنه يراك في كل تصرفاتك فتطيعه حتى تسعد في الدنيا والآخرة. ما هو الأمر الثالث الذي يأمر به الله؟ وإيتاء ذي القربى، إعطاء القرابة حقوقهم المادية والمعنوية. إن كنت مستطيع ولك قرابة فقراء تنفق عليهم. يبدأ الإنفاق على نفسك أولا، ثم إذا كان معك أكثر على زوجك وولدك، ثم إذا كانت الكفاية لزوجك وولدك وزاد معك مال، فهكذا وهكذا ضمن الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى. فتعطي ذي القربى العطاء، القرابات يعني العطاء المادي والعطاء المعنوي. بعض الأشخاص يا إخواني يعطيهم العطاء المادي، عنده مال كثير، خذوا يا أولادي، بده سيارة يشتري لهم سيارة، بدهم أكل مشارب كذا يفلتوا على كيفهم، ولكن لا يعطيهم العطاء المعنوي لأنه ما فاضي، كل يوم بده يشتغل. إذا ما تبع تجارته فإنها يقل الأرباح. إذا بعض الناس إذا كان يربح في اليوم 500,000 وصارت 500 إلا 10 أو إلا 50، ولك والله السوق واقف ما عم نشتغل ما عم نربح، لك يا أخي بلا العشرة، ارجع إلى بيتك وعيش مع أهلك وتمتع بزوجتك والسرور لأولادك حتى يشعروا أن لهم علاقة بك، فتوجههم وتجد مصالحهم المعنوية، ليسوا دواب حتى تطعمهم وتسقيهم فقط. زوجتك ليست هي أجر كرسي في البيت اخترتها جميلة تضعها في البيت، إنسانة تحتاج إليك تجلس إليها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يسمر مع أهله، يعني السمر هو السهر في الليل قليلا، يسمر مع أهله، يتذاكر، يتكلم، يتحدث. المرأة تريد أن تتكلم مع زوجها، تريد أن يكون معها رجل. فهذا كثير من الناس يغفل عنه. هذا الذي أمر به الله، أن تعطي قرابتك مما من الأمور المادية والمعنوية. عن أي شيء ينهى الله تبارك وتعالى؟ ينهى عن ثلاثة أمور، وينهى عن الفحشاء. الفحشاء كل ما قبح من القول والفعل، وأكبر القبائح الزنا التي تلحق بالناس من ليس من أنسابهم. عندما يزني بيكون ولده اللي هو زنى فيه بده يربي غيره، هل هذا منطق؟ هل هذا يجوز؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر ما أنكره الشرع وأنكرته الطباع السليمة. فهذه الأشياء المنكرة الفاسدة التي تؤذي الفرد أو المجتمع، هذه التي نهى الله عنها. والبغي، البغي تجاوز الحدود، التسلط على الآخرين، العدوان على أموالهم، العدوان على أشخاصهم، العدوان على دمائهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دين،
فماذا تجدون فيه أيها الناس الذين تزعمون أنكم لا دين لكم أو أنكم تدينون بغير دين الإسلام؟ ماذا تريد أفضل من هذا؟ لماذا تنفر من الله؟ إن الله يحبك ويرحمك، فقدم لك كل خير ومنعك عن كل شر حتى تسعد في الدنيا قبل الآخرة. فإذا أنت تحررت من العبودية لغير الله ومن شهواتك أيضا، فإن الله يكرمك بالسعادة في الدنيا وبالعز الأبدي في الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.